وسهلا. تبحث عن وظيفة؟ خريج؟ حتى لو كنت على رأس العمل يمكن في بالك وظيفة أفضل. اليوم أنا موجودة في جامعة الأمير سلطان وعاملين ملتقى للتوظيف، فخلونا نشوف. قدمت على شركات KPMG، ماكنزي، إكستند، PwC، EY، etc. I'm interested in marketing, HR, consultancy. نقدم فرص وظيفية للشباب والشابات من مختلف مناطق المملكة، المختلف الشركات والجهات، من حديثين التخرج إلى 5 سنوات خبرة. قدمت على كذا شركة، حابة أشتغل في مجال الديجيتال ماركتينج وإن شاء الله أنقبل. أنا حابة أشتغل في هذا المجال عشان أبني مستقبل كبير. إحنا عندنا 360 approach to marketing. That means إن إحنا عندنا جميع الماركتينج فيلز from A to Z. ونبحث إحنا عن خريجين للجي دي بي بروجرام اللي هو فيوتشر إكستندر عندنا، ونبحث أيضا عن الكوبس وموظفين وظائف. أنا سمعت عن معرض جامعة الأمير سلطان وحضرت أملا في تحصيل وظيفة تناسب تخصصي. ملتقيات التوظيف هي فرصة كاملة للخريجين الباحثين عن العمل وإثبات مدى جديتهم بإعداد سيرة ذاتية متقنة والإلمام بنقاط القوة ومعرفة متطلبات الوظيفة وماذا يقدم طالب الوظيفة. الهدف الأساسي من المعرض هو أمانة لإعطاء فرصة لطلابنا والتنوع الآن الفرص الموجودة لهم، والحمد لله يعني خريجي جامعة الأمير سلطان ما يشتكوا الحمد لله من الحصول على وظائف. جامعة الأمير سلطان حصلت على المركز الأول بالمملكة على طبعا نسبة التوظيف لخريجيها. أنا نرجس، خلال تغطيتي لهالمكان أقول لك شيء مهم في ملتقيات التوظيف، اعتبرها مهمة من خلالها تكون علاقات وتصنع شبكة تواصل، بالإضافة إلى أنك ممكن تقدر تحصل على وظيفة وممكن تقدر تحصل على تمويل لمشروعك الأول، فكرة تخدم فيها نفسك وأكيد مجتمعك. من الرياض، نرجس العوامي، MBC.